على استاد اللقاء وشبكه مراسلنا حسن غنيمه عمرو نبيل، ونبتدي الحديث مع حسن غنيمه واجواء ما قبل المباراه لفريق نادي الزمالك. ابو علي مساء الخير، اتفضل. من استاد القاهرة تحياتي لحضرتك كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتأكيد أجواء نادي الزمالك النهاردة أجواء استثنائية في حضور عدد جيد من جماهيره هنا في استاد القاهرة. البرتغالي جوميز بالتأكيد بيبحث عن الفوز المحلي الأول له تحت في قيادة نادي الزمالك، ويمكن هو رفض يعني كل السكاوتنج تيم لما عرض عليه بعض اللعيبة من آسيا ومن أمريكا الجنوبية ومن أفريقيا عشان سد بعض الأماكن الشاغرة في قائمة نادي الزمالك، ولكن جوميز قال لهم إنه بيأجل فكرة التعاقد مع اي لاعب في الوقت الحالي، وانه هيعتمد على القماشه والخامه اللاعبين الموجوده معاه دلوقتي، واشاد بخامه اللاعبين الموجوده معاه، وقال ان هو يقدر انه يكسب بهؤلاء اللاعبين عدد من البطولات، وخاصه كمان انه كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك كان ذكي جدا في التعاقد مع جوميز، ووضع بعض البنود اللي فيها حوافز كبيره جدا للجهاز الفني في حاله فوزه باي من البطولات اللي بيشارك فيها نادي الزمالك، سواء الدوري المصري او كاس مصر او الكونفدراليه الافريقيه. فبالتالي في حاله فوز نادي الزمالك على النادي الاهلي في نهائي كاس مصر هيكون في حافز جيد جدا للجهاز الفني، كمان في هناك حاله ارتياح كبيره جدا داخل ارجاء نادي الزمالك بعد سداد قيمه غرامه كهرباء، وبالتالي كهرباء كان فاضل له مبلغ صغير كده كمله دفع الغرامه لنادي الزمالك بالفوائد بما يعادلها بالسعر الرسمي للدولار بالجنيه المصري، وده كان بالتنسيق ما بين عضوي مجلس الاداره من الاهلي والزمالك سواء خالد مرتجي او هاني بيرزي من نادي الزمالك، وتم سداد الغرامه، وبالتالي هناك انتعاش، حاله من الانتعاش لخزينه نادي الزمالك. يمكن ارضيه الملعب هنا على اعلى مستوى، بالتاكيد في انتظار مباراه قويه ما بين الزمالك والداخليه. بالتاكيد من استاد القاهره العوده مره اخرى للاستوديو التحليلي والكابتن سيف زاهر. شكرا جزيلا للزميل العزيز المتالق حسن غنيمه، ونروح لعمرو نبيل ونشوف اجواء ما قبل المباراه لفريق الداخليه. عمرو اتفضل. كل تحيه ليك كابتن سيف زاهر وكل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان هنا من داخل استاد القاهره الدولي. طبعا مباراه مهمه جدا ضمن مباريات الجوله رقم 14 من بطوله الدوري، لقاء يجمع فريقي الزمالك والداخليه. خلينا نتعرف اكثر واكثر يا كابتن سيف على فريق الداخليه بقياده المدير الفني الكابتن عمرو حسن، طبعا الذي يبحث عن تحقيق اول فوز طبعا له مع الفريق في ظل طبعا سلسله التعادلات الاخيره طبعا امام فريق فاركو، والتي انتهت بتعادل فريق بهدف مقابل هدف. خلينا كابتن سيف اقول لك ان الفريق يدخل فريق الداخليه هذه المباراه ويفتقد عناصر مؤثره طبعا في صفوفه، ابرزها طبعا الاوغندي الان كيمبادي الظهير الايمن وصاحب هدف التعادل في المباراه الاخيره امام فاركو، وايضا شريف دبو لاعب خط وسط الفريق، وايضا احمد سيد غريب. خلينا اقول لك يا كابتن سيف ان كابتن عمرو حسن النهارده بيحفظ لعيبته طوال الثلاثه ايام اسلوب اللعب النهارده اللي هيخوض بيه مباراه الزمالك، لدرجه النهارده قبل هذه المباراه طبعا داخل غرفه خلع الملابس حرص طبعا على عقد جلسه ثنائيه مع معاذ الحناوي المنتقل طبعا الى فريق الداخليه في الميركاتو الشتوي، ومع اللاعب احمد عماد من اجل طبعا تحفيزهم يعني طريقه اللعب اللي يخوض بها الفريق. خلينا اقول لك كمان النهارده يوسف تونجي المهاجم النيجيري لفريق الداخليه سيكون يعني له دور في هذه المباراه في ظل طبعا تالق اللاعب طوال المباريات السابقه. اخيرا طبعا مهاب ياسر المنتقل حديثا الى نادي الزمالك حرص طبعا على يعني السلام على زمايله داخل السابقين طبعا فريق الداخليه من اجل طبعا دعمهم، لكن النهارده لاعبا في صفوف نادي الزمالك. كابتن سيف هنا من استاد القاهره، الان العوده لك وللاستاد استوديو التحليل، تفضل.